السلام عليكم، مرحبا بكم في جديد من قناتكم دوجينات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نصاوب معكم هاد الذرة المعلبة، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم بما انه متوفر دابا في الاسواق وبحتمال اللي هو رخيص. هنا اخذت عندي هنا هاد 4 ديال الكبالات هادو او الذرة، وغادي نحتاج هاد القرعات هادو صغيرين، من الاحسن يكونوا من الحجم الصغير، يعني باش حيت لانهم ما غاديش يكون فيهم المواد الحافظه، غادي يكونوا يعني طبيعيين. ملي نحلوا العلبه نستهلكوها كلها في مره واحده، داكشي علاش قلت لكم ديروا العلب اللي هي صغيره. صافي، هنا غادي نبدا نقي الذره ديالي. خصكم غير تعرفوا كيفاش تختاروا الحبات. انا صراحه ما رديتش البال لواحد الخطا هذا اللي غادي نوريه لكم دابا في الفيديو. الذره اللي خصكم ما تشريوهاش. بديت هنا كنقي. هنا كما كتشوفوا سبحان الله العظيم، واخا هاد الغلاف كله اللي كتواجد في الداخل ديالو هاد الكباله هذه او هاد الذره، مع ذلك لقيت فيها واحد الدوده كما كتشوفوا. وغادي نوريكم الكباله اللي غادي ما تشريوهاش، ردوا البال الا كانت متقوبه من الخارج. دابا كنبقى نحيد لها هاد الزغب ديالها وتنقيها مزيان، وبطبيعه الحال غادي نحيد لها هذيك البلاصه اللي لقيت فيها الدوده. ما غاديش نرميها كلها، ولكن غادي نقطع غير هذيك البلاصه بوحديتها. بالنسبه للطريقه باش غادي نقطعوا او غادي نفرتوا هذوك الحبيبات ديال الذره اللي عندنا او الكباله، طريقه اللي هي جد سهله وبسيطه. ناخذ واحد الاناء وغادي نبداو ننزلوا عليها بهذه الطريقه هذه بالموس، سواء على الطول بحال هكا من الجهه المعاكسه، والموس يكون بحال هكا فيه منشار باش كيجيكم ساهل، وتنبقاو نزلو راه كيتنقى بكل سهوله. صافي، هذا هو الذره اللي تحصلنا عليه. دابا غادي نغسلو باش غادي يطلع داك الزغب كله، هو غادي يطلع مع الماء وغادي نكبو. وهنا بغيت نقول لكم شوفوا هذيك الكباله اللي ما تشريوهاش، ردوا البال تكون متقوبه من الجناب، راه واخا تيكون فيها بزاف ديال الغلاف، يعني القشره هي راه توش حد ديال القشره كتكون في الكباله، ولكن راه كيدخل ليها الدود كما كتشوفوا. انا ما انتبهتش لهاد القضيه هذه. دابا غادي ندوزو باش غادي نعقمو القراعي. بالنسبه كما قلت لكم انا خديت هنا قراعي صغار. طريقه ديال التعقيم انا درتها معكم شحال من مره في فيديوهات سابقه. هنا غادي نكتفي انني غندير غير الخل، غندير الخل وشويه ديال الماء هو اللي غادي نغسل به القراعي، وهكا غادي يكونوا تعقموا ليا لان مازال غادي يطيبوا. وبالنسبه للغلايق ديال القراعي، الحاجه الوحيده اللي غادي تردوا منها البال، يعني في اي حاجه كنتو بغيتو ديروا لها التعليم، هو انه الغلايق ديالكم ما يكونوش مصدين من الجوانب كما كتشوفوا. ضروري الغلاقه تكون نقيه من برا، وما يكونوش كذلك الغلايق ديال البلاستيك، يكونوا ديال المعدن. اذا هذه هي الطريقه اللي كنغسل بها انا القراعي ديالي قبل ما نعلب فيهم اي حاجه بغيت. صافي، هنا غادي ندير هاد القراعي ديالي هكا يتقطعوا، وغادي ندوز باش غادي نعمرهم بالذره اللي قطعت. كما قلت لكم في الاول، الكميه اللي غنديروا في هاد القرعات هادو كتبقى كميه اللي غادي نستهلكوها في مره واحده. كما قلت لكم راه ما فيهاش مواد الحافظه، يعني القرعه الا مشات تتحل صافي خاصنا نستهلكوها على الاكثر في الغد. صافي، دابا ملي كنعمر هاد القرعات ديالي، وهنا في كل قرعه غادي ندير معلقه ديال السكر، معلقه ديال الملحه، ومعلقه ديال الخل. بالنسبه عندي هنا ما كانش متوفر عندي السكر حبيبات، استعملت غير السكر كلاصي، واللي استعملت منه غير نصف ملعقه، والخل ضروري انه غادي يعقم لينا او غادي يحافظ لينا على هذاك الدوره ديالنا، لان ما كنحتفظوا بهم غير في البلاكان. تنبقى حتى كنعمر عليه بحال هكا الماء
نعمر الماء حتى الفوق صافي، وغادي نسد القرعه ديالي. اذا ها هي وجده باش غادي ندوزو المرحله اللي غادي نطيبو فيها هاد الذره. هادي ضروري اننا نزيروها مزيان مزيان، نحركوها بحال هكا باش يتنسجم لينا الملحه والسكر والخل. وغادي نحطها دا، وكذلك نفس العمليه غادي نديرها للقرعات كاملين. لما كتشوف هذوك ثلاثه ديال الكبالات راه خرجوا ليا خمسه ديال القرعات، يعني كيطيح رخص وشي حاجه اللي هي نقيه. صافي دابا ناخذ الكوكوط او طنجره الضغط وغادي نحطوا فيها هاد القرعات هادو، وغادي نبداو نعمروا عليهم حتى للنص بالماء، وغادي نسدو عليهم الكوكوط ونديروا الصفاره، وغادي نديروا عافيه متوسطه، وغادي نخليهم تقريبا ساعه ديال المكانه. ضروري انكم تخلوها ساعه لا اقل باش هذيك الذره طيب ما تجيكمش قاسحه، وكيجي تماما بحال الجاهز واحسن منه لانه صحي بطبيعه الحال. وإلا طفيتو عليها الكوكوط غادي تخليوها حتى تبرد تماما، خليو كاع يبات ليله كامله الا درتو في الليل، وخلي حتى كيبرد تماما عاد غادي تجبدوا القرعات ديالكم. وغادي تحطوهم بهذا الشكل هذا، نفس الطريقه كنت حضرتها معكم في الطماطم المعلبه في الجلبانه المعلبه كذلك، وكنحطهم على هذه الطريقه هذه وصافي. كنخليهم حتى كتبرد القرعه كليا صافي، وتنحتفظوا بهم غير في البلاكار. اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذه، وغير جربوها راه كتجي زوينه بزاف. ودابا متوفر يعني الكبال او الذره بكميه كثيره دابا في الاسواق وبثمن اللي هو جد مناسب. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، واستسمح على التعطيله لشحال هذه ملحت لكم فيديو. كنقول لكم شكرا والى فيديو قادم بحول الله.